بالنسبة للنقطة المتعلقة بتحويل في ميزانية السير من أجل تغطية فوائد البنك الدولي اللي جات الآن في جدول الأعمال ديال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم في 27/7، هاد النقطة هذه خاصها شرح وتوضيح. في 2021 ملي كان مع النهاية ديال المجلس ديالنا اللي كنا كنسيروه كعدالة وتنمية، كانت الفائدة سعر الفائدة 0.25. علاش كان 0.25؟ لحقاش كنا متبعين حنا كفريق ديال العدالة والتنمية، كنا متبعين القرض ديال البنك الدولي القدة بالقدة وشبر بشبر وذراع بذراع، يعني كنا تقريبا متابعة يومية، ديما كندخلوا للسيس، ديما غاديين معاه، ديما كذا، يعني دوك لي زانديس كيرتفعوا بزاف. وبعد يعني ما بقيناش، يعني كاين اهمال لهذا الملف ديال صندوق ديال القرض ديال البنك الدولي، كاين اهمال ليه من قبل المكتب المسير الحالي، ولذلك كاع دوك الفوائد طلعوا. علاش؟ لانه قد ما انجزتي شي حوايج شي شروط طرح عليك هو كيخفض عليك. طلعنا من 0.25 اللي كانت في 2021، طلعنا 2022 طلعنا 0.87، شويه من بعد طلعنا 3.26، يعني تضرب السعر ديال الفائده تضرب 13. اذا ضربتي 0.25 ضربتيها في 13 كتعطيك 0.25 اللي هي الان 0.26 تعطيك 3.26 اللي هي الان حاليا. ف 3.25 هي 13.25، يعني انها تضرب 13. فهاد الوضع علاش طلع؟ لانه ديك الليجان اللي ديال التقييم والتتبع ديالو ما كتناقضش. من الشروط ديال البنك الدولي ان هذاك الاجتماع خصو يكون مع الضرائب وخصو يكون مع الناس ديال الخزينه، وخاصها تكون فيه الولايات تشرف عليه، ما كديروش مع كامل الاسف، ما كيدارش هذاك الاجتماع، وراه فيه الجماعه هذاك الاجتماع ما كيدارش. ثم شي حوايج عندها علاقه بلاليداك، وعندها علاقه بتطهير السائل وتمتيع بعض الفئات الهشه من تطهير السائل، ما دارش حتى هو، راه ادى لنا الارتفاع ديال النسبه ديال كذا. فيعني في الحقيقه راه يعني الا ما تبعتيش معاهم مزيان كيزيدوا عليك، تبعتي مزيان كينقصوا لك، لانهم الغرض ديالهم من هذا الشيء ماشي هو انك دير انت واحد جهد كبير في الحكامه وفي التدبير وفي تحسين مناخ الاعمال وكذا، انت كجماعه باش تحسن مستواك. بعد انت حسن مستواك، حنا كنا غاديين به مزيان في وقتنا حنا، يعني ما عمر طلع على 0.25، وهذا شيء مهم يحسب للمجلس السابق. ها هو الان النتيجه، هو ضربت السعر ديال الفائده ب 13 مره، 13 ضعف.